هذا وبلغ حجم التبادل التجاري صادرات ومستوردات بين الأردن والسودان نحو 87 مليون دينار في عام 2018، وبلغت صادرات الأردن إلى السودان نحو 60 مليون دينار، وبلغت مستوردات الأردن من السودان نحو 27 مليون دينار وفق بيانات غرفة تجارة عمان، كما بلغت صادرات الأردن إلى السودان نحو 54 مليوناً عام 2013، فيما بلغت مستوردات الأردن من السودان نحو 34 مليوناً. وقال السفير السوداني السابق في الأردن الصادق الفقيه عام 2015 إن حجم استثمارات الأردن في السودان تصل إلى 1,500,000,000 دينار. ومعنا هنا في الاستوديو عضو مجلس إدارة صناعة الأردن وأمين سن غرفة صناعة عمان السيد تميم القصراوي. أهلا بك سيد تميم. أهلين. سيد تميم، يعني في ظل الأحداث التي تحصل الآن في السودان، ما وضع الاستثمارات الأردنية هناك؟ أخي إحسان، يعني أعتقد أنه من المبكر جدا الحكم على الأمور الآن، لأنه الأمور غير واضحة ما زالت، لكن الاستثمارات أعتقد أنها تتابع من وزارة الخارجية الأردنية بصورة حثيثة، وصار في يعني مسح للاستثمارات الموجودة في السودان لليوم. لهاللحظة هاي كل أمورهم تمام. أنا بعرف 4 أو 5 مصانع فاتحة في السودان، إحنا كغرفة صناعة اتصلنا مع جزء منهم واطمنا بأنه الأمور يعني لهاي اللحظة ما في شيء، الحمد لله. هل هناك تخوف من حدوث لا سامح الله أي حدث لهذه الاستثمارات؟ يعني الأمور كلها واردة، لكن أنا أعتقد الناحية الأمنية مضبوطة، وصاير في يعني صاير في حظر للتجول اليوم من بعد صلاة المغرب المفروض لتاني يوم الساعة 4. أعتقد الناحية الأمنية ما في عليها مشكلة، والتخوف على الاستثمارات الأردنية في السودان ما أظنها أنها راح تكون عامل أساسي. أعتقد أنه إحنا عينينا لازم تضرب على الفرصة الاستثمارية الكبيرة الممكن تحدث مع هذا التغير اللي بيصير في السودان. نعم سيد تميم، يعني كم حجم التبادل التجاري ما بين الأردن والسودان؟ هو الميزان التجاري بين الأردن والسودان متواضع جدا، يعني كله 120 مليون دولار، يميل لمصلحة الأردن ب 30 مليون دولار. الواقع في معوقات كتير كبيرة اللي هي سعر العملة وعملية صعوبة تحويل يعني الفلوس خارج السودان بتخلي الأمور محدودة جدا في عملية التبادل التجاري. عدم تطبيق الاتفاقيات التجارة الحرة العربية وأخذ جمارك على المنتج الأردني اللي هو قدر يستطيع أنه يوصل لأسواق السودان برضو عائق تاني لميتيشن الموجودة لحجم الميزان التجاري الموجود. أعتقد أنه إحنا كغرفة صناعة عمان والأردن رح نستغل فرصة التغير الموجودة، أنا بحكي اقتصاد طبيعة الحال مش سياسة، ونحاول نفعل هاي، نكون مبادرين نفعل الاتفاقيات مع أي جهة تمسك الملف الاقتصادي السوداني. طب سيد تميم، يعني طبيعة التبادل التجاري ما بين الأردن والسودان يعني في ماذا يتركز؟ إحنا مبدئيا هي بلد غنية جدا في المواد الخام. السودان عندهم قطاع زراعي قوي وأراضي شاسعة، إحنا بتتركز مستورداتنا منهم للسمسم، لمصانع الطحينية وللتجارة المحلية، بعض المواد الخام المتخصصة في صناعة العلكة زي الصمغ العربي، الفول السوداني بنستورده من السودان بالإضافة إلى يعني دول أخرى بس من السودان، وإحنا بنصدر لهم أسمدة وأدوية وصناعات بلاستيكية، في بعض المواد الغذائية المحدودة عم تدخل السوق السوداني. يعني إذا بدي أسهب أنا هون شوية أقول إنه إحنا فرص التعاون مع السودان ضخمة جدا إذا انشالت المعوقات. أعتقد أن الحكومة الأردنية ممكن نعمل معها في هذا الملف ونطور. الصانع الأردني استطاع، يعني أنا بعرف مصنع استطاع أن يطور صادراته في السودان مع وجود كل هاي المعوقات من خلال نظام مقايضة، صار يأخذ منهم سمسم ويبعث لهم ديترجنت وأدوية. فيعني الصانع الأردني بيستطيع إن شاء الله يطور هذا الحجم إذا انشالت هاي المعوقات. طب سيد تميم، طبيعة الاستثمارات الأردنية هناك يعني في ماذا تتمثل؟ في هي متنوعة بصراحة، زي ما قلت لك هي بلد غنية في المصادر الطبيعية، يعني في شركات تعمل في عملية استخراج الذهب من السودان، وفي مصانع بلاستيك موجودة في السودان، في مصانع مواد غذائية مملوكة للأردنيين، أعتقد واحد منهم بيشتغل في البسكوت وهو الأكبر الموجود في جمهورية السودان وملك شخص أردني يعمل في الصناعة هناك. في كثير من القطاعات، أعتقد القطاع الطبي دخلوا السودان من خلال عدة مستشفيات أردنية. نعم،
إذن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن السيد تميم القصراوي، شكرا جزيلا لك. شكرا أخي حسين.